أمير المؤمنين عليا ولي الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. قال الله الحكيم في محكم كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم، فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون صدق الله العلي العظيم. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. فهرسة حديثنا في هذا اليوم نقاط أربع، وموضوع تابع لهذه النقاط. النقطة الأولى، أصل الدعاء لإمام زماننا أرواح العالمين له الفداء. بعض القضايا تريد أن تصل إلى الإذعان بها، التصديق بها، تحتاج إلى حجج، أدلة، قياسات منطقية حتى تصل إلى الإذعان والتصديق بهذه القضايا. وبعض القضايا لا تحتاج إلى ذلك، حسب تعبير علماء المنطق يسمونها قضايا قياساتها معها. مجرد الالتفات إلى جوانب هذه القضية يوصلك إلى الإذعان والتصديق بهذه القضية. قضايا واضحة، تصور أطرافها تذعن بها. من جملة القضايا التي هي من هذا القبيل لا تحتاج إلى تكلف أدلة، تكلف حجج منطقية، هي عظمة لطف الله سبحانه وتعالى على المؤمن عندما يدعو لإمام زمانه. هذه القضية التي تعودنا عليها بفضل الله عز وجل، هذه النعمة التي نحن غارقون فيها، هذه نعمة كبيرة جدا، تدعو لإمام زمانك، هذا فضل عظيم من الله عز وجل. يعني تكون واسطة لشيء
لنعمة من الله عز وجل على إمام زمانك، أنت تصبح واسطة لإمام زمانك، تدعو له، تطلب من الله عز وجل لإمام زمانك أرواح نافذة. هذا الشيء لو أردنا أن نصنعه في عالم البشر لرفضونا. اذهب إلى مثلا ملك من الملوك، اطلب منه شيئا لشخصية مرموقة عنده، لابنه، لولي عهده مثلا، يطردك. من أنت؟ أنت لست بهذا المستوى، هذا المستوى أكبر من مستواك. أنت تطلب مني لولي عهدي أنا أعطيه كل شيء، لا أحتاج إلى طلبك. نحن نطلب من الله عز وجل لسيد خلق الله في هذا العصر، هذا ليس لطف كبير من الله؟ يعني أعطاني الصلاحية، التوفيق أن أكون طالبا لبقية الله الأعظم، لسيد خلق الله في هذا العصر، من الله عز وجل، هذا ليس لطف كبير من الله عز وجل؟ لطف عظيم جدا. الإمام صاحب الأمر الذي له كل المكان عند الله، الذي أعطاه الله عز وجل كل شيء، يقول لك لا بأس، أدعو، أطلب، أعطيك المجال. أصل الدعاء لإمام زماننا أرواح العالمين له الفداء لطف كبير كبير من الله سبحانه وتعالى، توفيق عظيم. النقطة الثانية بالنسبة إلى سند هذا الدعاء، اللهم كل وليك، البعض منذ سنوات، هذه السنوات الأخيرة، صار يشكك في سند هذا الدعاء الشريف، هذا الحديث الشريف. يقولون أن هذا الدعاء نشرته الحكومة الإيرانية في هذه العقود الأخيرة، وفي سنده إشكالات وإشكالات. من الجيد، لا، من الضروري أن الإنسان إذا تحدث عن موضوعات مهمة لا يتحدث من دون تحقيق، من دون بحث كافي. في الأدعية إذا تريد أن تقرأ دعاء معينا واردا عن الأئمة عليهم الصلاة والسلام، تريد أن تلتزم بدعاء معين وارد عن الأئمة عليهم الصلاة والسلام، لا نحتاج أولا أن يكون هذا الدعاء في المصادر الأساسية المعروفة عندنا، ليكن هذا الدعاء في أي مصدر من مصادر الحديث عندنا كافي. اسألوا الفقهاء، هذا الكلام الذي أنقله لكم بإجماع الفقهاء، لا نحتاج أن يكون الدعاء هذا واردا في مصدر من المصادر المعروفة، ليكن دعاء وارد في مصدر عادي غير معروف من مصادر الحديث الشريف كافي. أدعو بهذا الدعاء والتزم بهذا الدعاء، لا يحتاج أن يكون الدعاء في مصدر أساسي، في مصدر معروف. ثانيا، لا يحتاج أن يكون هذا الدعاء الوارد عن أهل البيت عليهم الصلاة والسلام واردا بسند صحيح. لا، لو ورد دعاء عن أهل البيت عليهم الصلاة والسلام في مصدر غير معروف وبسند ضعيف جدا، أدعو بهذا الدعاء والتزم بهذا الدعاء. في حديث مرسل أصلا، فرضا مرسل إرسالا كبيرا بين الناقل وبين الإمام 400 سنة لنفرض هكذا،
ادعو بهذا الدعاء والتزم بهذا الدعاء وركز على هذا الدعاء، عملك صحيح. اسألوا أي فقيه من فقهائنا منذ زمن الغيبة الصغرى إلى يومنا هذا، هذا شيء لا خلاف فيه. نعم مرة يوجد حديث قوي ينفي ذلك، نعم الحديث القوي يؤخذ به والحديث الضعيف السند لا يؤخذ به إذا كان تعارض بينهما. التشكيك في هذا الدعاء في هذا الحديث الشريف، هذا الحديث ورد في أحاديثنا في مصادرنا الكافية، فكيف وأن هذا الحديث الشريف وهذا الدعاء الشريف ورد في إحدى أشهر وفي إحدى أقوى مصادر الحديث الشريف، بل لا أقول في إحدى أقواها، ورد هذا الحديث الشريف في أهم مصدر من مصادر الحديث الشريف وهو كتاب الكليني الكافي، الكليني رضوان الله تعالى عليه في كتاب الكافي، وتعلمون كتاب الكافي أهم مصدر حديث عندنا، هناك روى هذا الحديث. قلت ثانيا لا نحتاج إلى أحاديث صحيحة السند، هذا الحديث بالذات ورد في كتاب الكافي بسند صحيح على الأصح. لماذا الإنسان بدون تحقيق كافي، لا أقول بدون تحقيق أصلا، الذي يريد أن يحقق عن الرواية الشريفة أول مصدر يرجع إليه كتاب الكافي، الذي ينكر هذا الدعاء ينكر هذا الحديث الشريف حتى كتاب الكافي ما رآه، كيف تنكر حديثا وأنت لم ترى حتى أهم كتاب في الروايات الشريفة؟ هذا الحديث الشريف رواه الشيخ الطوسي قبل ما يقارب من 1000 عام أو ما يزيد على 1000 عام في كتاب التهذيب وهو أهم كتبه. هذا الحديث الشريف رواه الكفعمي في المصباح، رواه ابن طاووس في الإقبال، رواه ابن المشهدي في المزار. هذا الكتاب كتاب المزار لابن المشهدي من الكتب المعتبرة جدا، بعض الفقهاء يميل إلى أن أسانيد هذا الكتاب كلها معتبرة أو على الأصل معتبرة، كتاب جدا وزين، كتاب مزار ابن المشهدي من المصادر القديمة ومصادر ومصادر، ناهيك عن المصادر التي تلت مثل البحار، الوسائل، جامع حديث الشيعة، غيرها من المصادر. نحن نسمي أنفسنا موالين لأهل البيت عليهم الصلاة والسلام، أوليات الولاء لا نعرفها، لماذا أنكر هذا الحديث؟ لماذا؟ على أي أساس؟ ما الذي في هذا الحديث؟ ما الذي في هذا الدعاء؟ وبدون أي تحقيق، الحديث موجود في الكافي. الكليني توفي قبل 1000 على ما ببالي، قبل 1110 سنوات بالضبط، سنة 329 هجرية توفي. هذه النقطة الثانية. النقطة الثالثة، هذا الدعاء بالذات، هناك أدعية كثيرة وردت في الروايات الشريفة أن يدعو الإنسان المؤمن لإمام زمانه بهذه الأدعية، مجموعة أدعية، أدعية كثيرة. هذا الدعاء من بين كل تلك الأدعية دعاء مميز، لماذا؟ لجهات. أولا ورد في هذا الحديث الشريف أن يدعو الإنسان بهذا الدعاء في أعظم ليلة في السنة للدعاء، وهي الليلة 23 من شهر رمضان. توجد ليلة أعظم للدعاء من الليلة 23 من شهر رمضان؟ لعله لا توجد ليلة أعظم ليلة للدعاء هي الليلة 23 من شهر رمضان. ورد أن يدعو الإنسان بهذا الدعاء في تلك الليلة. ثانيا ورد
في الحديث الشريف أن يكرر الإنسان هذا الدعاء في تلك الليلة، لا يقرأ هذا الدعاء مرة واحدة فقط. ثالثا، ورد في الحديث الشريف أن الإنسان يدعو بهذا الدعاء في حالات عديدة، بل في كل الأحوال في تلك الليلة، ساجدا قائما قاعدا في كل الأحوال. رابعا، ورد أن الإنسان يدعو بهذا الدعاء في كل شهر رمضان. خامسا، ورد في هذا الحديث الشريف أن الإنسان يدعو بهذا الدعاء لإمام زمانه أرواح العالمين له الفداء طيلة أيام دهره. أقرأ لكم نص العبارة الشريفة. يقول عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث الشريف: تكرر أو كرر، نسختان، نسخة التهذيب كرر، نسخة الكليني الكافي تكرر، تكرر في ليلة 23 من شهر رمضان هذا الدعاء، تكرر هذا الدعاء في تلك الليلة ساجدا وقائما وقاعدا وعلى كل حال، يعني في القنوت، في الصلاة، خارج الصلاة، عند رفع المصاحف، بعد زيارة سيد الشهداء، ليلة القدر، الليلة 23 من شهر رمضان، ما الذي تصنع في تلك الليلة؟ على كل حال أن تكرر هذا الدعاء. وفي الشهر كله، في شهر رمضان كله فقط، وكيف أمكنك ومتى حضرك من دهرك، من دهرك لعله يعني من عمرك، متى حضرك من عمرك من دهرك، أي وقت تذكرت أدعو بهذا الدعاء. بالنسبة للأدعية الواردة أن الإنسان المؤمن يدعو لإمام زمانه، مجموعة أدعية، أنا ما وجدت هكذا تعبير، يعني يوجد تأكيد على هذا الدعاء، مكانة هذا الدعاء مكانة كبيرة من بين الأدعية التي ندعو بها لإمام زماننا أرواح العالمين له الفداء. ومتى حضرك من دهرك، تقول بعد تحميد الله، في بعض النسخ بعد تمجيد الله على ما ببالي، بعد تحميد الله تبارك وتعالى والصلاة على النبي صلى الله عليه وآله، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم كن لوليك، إلى آخر الدعاء الشريف. فهذا الدعاء أساسا مميز، بالفعل الإنسان يلتزم بهذا الدعاء في كل يوم على الأقل، على الأقل مرة، في صلاة من الصلوات الواجبة، في صلاة من الصلوات المستحبة، عند التشرف إلى مشاهد أهل البيت عليهم الصلاة والسلام، الإنسان يركز على هذا الدعاء، دعاء مميز من بين الأدعية التي ندعو بها لإمام زماننا أرواح العالمين له الفداء. النقطة الرابعة، وقفات عند بعض الكلمات من هذا الدعاء الشريف، هذه النقطة نتركها الآن لوقت آخر. إن شاء الله في وقت آخر، في فرصة أخرى، نقف عند بعض الكلمات من هذا الدعاء الشريف. أما ما يتبع حديثنا، حديثنا التابع لحديثنا بهجة العمل، أو قل عمل المبتهج، يعني ماذا؟ من الأمور الواضحة أن الإنسان في حالة البهجة، في حالة الفرحة الكبيرة، في حالة السرور، نشاطه يزداد، هذه من طبيعة البشر، من طبيعة حالة النشاط. أنت عندما تكون مبتهجاً فرحا مسرورا نشاطك يزيد. الإنسان عندما الله عز وجل ينعم عليه بنعمة كبيرة عنده، نعمة كان يبحث عنها طويلا، في ذلك اليوم يكون الإنسان نشطا، نشاط البهجة، نشطا في عمله، يريد أن يخدم هذا، يريد أن يصلح الأمور بين اثنين، يريد أن يذهب هنا، يريد، حالة نشاط تكون في الإنسان المبتهج، هذه من آثار البهجة الطبيعية.
لا أتكلم عن البهجة القلبية، بهجة العمل أو عمل الشخص المبتهج. أنا أقول في خدمة مولانا وسيدنا بقية الله أرواح العالمين له الفداء، في خدمة دينه، في خدمة آبائه الطاهرين عليهم الصلاة والسلام، يلزم أن نكون في كل الأحوال في كل الأيام عندنا بهجة عمل. لماذا بهجة عمل؟ لأن الله عز وجل أنعم علينا، هذا إدراكه لا يحتاج إلى كثير من التفكير، لأن الله سبحانه وتعالى أنعم علينا بنعمة عظمى، بالنعمة العظمى هي نعمة أن يكون لنا إمام كبقية الله الأعظم المهدي من آل محمد صلوات الله عليهم. صل على محمد وعلى محمد. القضية واضحة، تأمل قليلا، عندك إمام مثل هذا الإمام، توجد بهجة أكبر من هذه البهجة؟ توجد نعمة أكبر من هذه النعمة التي الله عز وجل سماها في القرآن الكريم المنة؟ المنة هي النعمة الكبيرة، النعمة العظمى. النعمة الأخرى سماها الله عز وجل نعمة، هذه النعمة سماها منة. أنت متنعم بهذه النعمة؟ إذا الله عز وجل أنعم علي مثلا بمنصب مهم كنت أبحث عنه طويلا، بمال كبير كنت أبحث عنه طويلا، أنعم الله عز وجل علي بزوجة صالحة مؤمنة خلوقة، أنعم الله سبحانه وتعالى علي بشهادة حصلت عليها طيلة سنوات كنت أبحث عنها، حصلت على تلك الشهادة. عندما الله عز وجل ينعم علي بهذه النعم أكون مبتهجا، ولا أقصد البهجة الآن بهجة القلب الموجودة، أقصد بهجة عمل، أكون ذلك اليوم نشطا. فكيف بهذه النعمة وتلك النعم؟ بالنسبة إلى هذه النعمة لا شيء، صفر. الله عز وجل أنعم علينا بهذه النعمة. للأسف أقول بعضنا لأسباب عادية، هو من خدمة أهل البيت، في طريق خدمة أهل البيت، يترك خدمة أهل البيت، أو على الأقل يتكاسل نوعا ما، يضعف نوعا ما عن خدمة أهل البيت. لماذا؟ لأن الشخص الفلاني قال لي كلمة كذائية، لأنه حدث خلاف بيني وبين أحد أصدقائي، هذه أعذار؟ لأن الحكومة الفلانية سنت قوانين كذائية، هذه أعذار؟ أتكاسل عن خدمتهم عليهم الصلاة والسلام لأجل هذه الأعذار؟ أعذار غير كافية. فلان من الناس لا يقدر، الناس لا يقدرون، فليكن عينك على الناس أم عينك على كرم ذلك الشخص الذي يعرف تفاصيل ما تعمل ولا يخفى عليه شيء؟ كم من الآيات القرآنية، كم من الأحاديث الشريفة أوضحت أن أعمالنا يعرفها إمام زماننا، تفاصيل أعمالنا يعرفها، عند العمل الإمام يعرف أعمالنا. في اليوم مرتان تعرض أعمالنا على الإمام في كل يوم، كيف لا أعلم؟ طريقة إلهية. في اليوم مرتان تعرض أعمالنا على الإمام أرواحنا فداء عرضا إجماليا، في الأسبوع مرتان تعرض أعمالنا على الإمام في يوم الاثنين ويوم الخميس عرضا تفصيليا. الإمام يراني، مع ذلك أتكاسل، غريب، لأجل هذا ولا ذاك، لأجل القضية الكذائية والقضية الكذائية. الإمام أبو جعفر الباقر صلوات الله وسلامه عليه ما كان في المدينة المنورة، أحد أصحابه مشهور، شخص مشهور، كان آنذاك في الكوفة،
وكان يدرس امرأة ويعلمها القرآن. ذات مرة مازحها بكلام، يبدو المزاح لعله كان محرما، طبعا مازحها بمجرد كلام، فقط كلام. كم المسافة بين المدينة والكوفة؟ لعله 1000 كيلومتر أو أكثر أقل. بعد فترة ذهب إلى المدينة المنورة ليتشرف بلقاء السيد، بلقاء مولانا وسيدنا الإمام أبي جعفر الباقر صلوات الله وسلامه عليه. يقول هذا الراوي: فلما دخلت على الإمام أبي جعفر الباقر صلوات الله وسلامه عليهما قال لي: يا فلان. طبعا الإمام عليه الصلاة والسلام ذكر كنيته، وأنا الآن لا أريد أن أنقل لكم كنية الشخص. قال لي: يا فلان، أي شيء قلت للمرأة؟ فجعلت يدي على وجهي حياء من الإمام صلوات الله عليه، فقال عليه الصلاة والسلام: لا تعد، أو في بعض العبارات قال: لا تعد إليها، يعني إلى هذه المعصية. في عبارة أخرى الإمام عليه الصلاة والسلام، في بعض المصادر الأخرى الإمام عليه الصلاة والسلام قال له: مضمون كلام الإمام عليه الصلاة والسلام: من ارتكب، أو لعله نص الرواية الشريفة: من ارتكب الذنب خفاء أو في الخلاء، لعله العبارة هكذا، لم يعبأ الله به، الله لا يعتني به. على أي حال، لا علينا بهذه القضية. إمامنا يطلع على أعمالنا، المسافات، الحجب، لا تمنعه. أنا عندي إمام يطلع على أعمالي، مع ذلك أتكاسل، مع ذلك بعض الأعمال، بعض القضايا التافهة العادية على الأقل تمنعني من خدمتهم، من الاستمرار في خدمتهم. هذا شيء غريب. حديثنا له صلة، لعلي أوفق وأكمل هذا الحديث في الأسبوع القادم، لعلنا إن بقينا أحياء إن وفقنا لذلك. في هذا الأسبوع ذكرى الاستشهاد المفجع لسيدنا ومولانا الإمام أبي عبد الله جعفر بن محمد الصادق صلوات الله وسلامه عليه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من خيرة خدامهم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا طلب ثاره تحت راية وليه الإمام المهدي من آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، برحمتك يا أرحم الراحمين. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سادة الخلق محمد وآله الطاهرين.